صباح الخير مراد. صباح النور. معلم بدي اياك تلحق هديك السيارة. اي سيارة هي اخي؟ شو كم سيارة طلعت هلا؟ يلا هديك اللي طلعت الحقها بسرعة. اخي انا مو من هون ولا مرة جاي على هالمنطقة، ما بعرفها. لا تقولها. لك انت بحياتك مو حضران مسلسلات اجنبية، بدك تلحق السيارة هلا، يلا امشي تحرك. بس يا اخي مشان تعرف انا لازم سلم السيارة بعد نص ساعة. اسمع لك ها، امشي لشوف، مو طبيعي. يلا امشي بسرعة، خلصنا بقى تحرك. لك بسرعة قبل ما نضيعها. مشيت مشيت شباب. خلي المسافة هيك بيناتنا. ايه لكي، هلا بتشوفي كيف رح تحبيه لانه البيت شرح، وبتقولي انه كان معي حق. ايه احتمال كبير انه يعجبني البيت مراد، بس انا قلت لك من قبل انه بيتي ما بدي اتركه بنوب. مين قال رح تتركيه؟ لا تخافي، ما منتركه، بيضل مثل ما هو ومنجي عليه بايام العطل. لا شوف آخرت معك يا مراد. فتون؟ نعم. أكيد بكرة بدها تكبر عيلتنا بس نتزوج، يعني إذا بده يجي أخ لسمعه رح نحتاج لبيت أكبر من بيتك. إيه مزبوط كلامي؟ كيف لقيتي فتون؟ حلو كتير، البيت ظريف وشرح كمان. تفضلوا ورجيكم بقية الغرف اللي بالبيت. ايه يا ريت. تفضلوا. اذا بدك منعطي هالغرفة لسمعه، ولما يكبر شوي مننقله على الغرفة الاكبر، وهي بتضل لأبدنا. يعني ما بعرف مراد، بس انا برأيي لسه بكير كتير على هالحكي. ما يا جماعة في حدا هون؟ يعني حتى لو بده يجينا وقت. هون؟ جون؟ شو وينكن؟ لك هذا شو اللي جابه لهون؟ كأنه ما في حدا هون. شو وينكن؟ جان يا الله دخيلك، والله ما عم صدق. لك انت شو عم تساوي هون؟ اه ايوه، انتو هون كمان؟ جان انت شو عم تعمل هون؟ ايه كنت عم تلحق فتون؟ وانا ليش بدي الحق حبيبي؟ شايفني فاضي وما عندي شغل غيره؟ جان جان تيكين ايه جينك بيك، كيف الصحة؟ الحمد لله، وانت كيف حضرتك؟ انا كتير منيح شكرا. وهلأ عرفتوا ليش انا هون؟ انا وجينك بيك كان بيناتنا موعد مشان البيت، واجيت لحتى اشوفه. كيف؟ تشوف البيت؟ اوهو شبك، معقول نسيان الموعد بيناتنا؟ بس لازم تخبرهم عن مشكلة البيت. شو قلت؟ شو القصة؟ يا ريت تفهمني. مراد حبيبي طول بالك شوي. دي فتون دي، ممكن حضرتك تقول له يحمل حاله ويطلع لانه نحن قررنا نشتري هالبيت منك؟ بالله مراد انت رجعت تغلط نفس الغلطة وتاخذ القرار بالنيابة عني، انا لسه ما قررت انه نشتري البيت. اهدي حبيبتي فتون، رح حل الموضوع وهلأ بشرح لك كل شيء. والله لو سمحت انت وياها اذا بتحبوا طلعوا تخانقوا برا، لانه انا بصراحة حابب اعمل فتلة بيتي الجديد بدون ما حدا يزعجني. ليك جينك بيك، ممكن تفرجيني الغرف الباقية بالبيت لو سمحت؟ باقي الغرف فوق، تفضل. مراد مراد استنى، لوين رايح؟ تفضل تفضل. مراد مراد استناني شوي، وين رايح؟ وقف بدي احكي معك. اهدى ليلي فتون، انت اللي قلتي لجان يلحقنا. شو مراد انت عم تحكي هالحكي من كل عقلك؟ معقول اعمل هيك شيء؟ الشك عم ياكلني من جوا وانت مو حاسه فيني. بتعرفي شو اللي صار فيني بهاليومين اللي فقدتي ذاكرتك فيهم؟ بتعرفي شو صار فيني لما كنت شوفك انت وجان مع بعض؟
بتعرفي شو حسيت لما حضرتك تذكرتي جان وما تذكرتيني؟ مراد لو سمحت حاجة تفكر بهاي الطريقة، عميل معروف، طول بالك. انت بتعرف اني ما كنت على طبيعتي بهاليومين، والله ما عم بفهم ليش عم تفكر بهالطريقة. والله أنا كتير آسف، معك حق، عن جد بعتذر. شكراً على التوصيلة مراد، بشوفك بعدين. لا تنزلي، ما فيني أتركك تنزلي وأنت بهالحالة. بس أنا عندي شغل كتير ولازم لحق. منتعشى اليوم مع بعض، ما بدي يخلص نهارنا بهالطريقة هي. بعرف إنه كل شي صار اليوم ضايقك كتير، بس كمان ما بدي أتركك وأنت متضايقة مني. طيب نتعشى المساء مع بعض. طيب إمتى أجي أخدك؟ لا لا ما في داعي تجي، أنت خبرني وين رح شوفك وأنا بجي لحالي، ما تاكل هم. طيب مثل ما بدك، مو مشكلة، بشوفك المساء بالمطعم. منيح؟ كتير منيح، بالإذن مراد. الله معك. خير؟ شوفي أنتي منيحة فتون؟ أنا منيحة، بس سمعه كتير متعبني، كل يوم بينام ساعة وبيفقله 3-4 ساعات وخد على نق. قلة النوم مشكلة وعم تتعبني كتير مراد. إذا بدك منمشي. لا شو نمشي؟ لسه هلأ إجينا. بتصدق؟ مو جاي على بالي آكل، ضايقة خلقي ومو جا على بالي شي، حاسة حالي رح أمرض أو رح جرب. طيب إذا حاسة حالك تعبانة باخدك على الدكتور؟ لا القصة ما بدها دكتور. أنت خفت علي لأنه مو جاي على بالي آكل؟ أنا كتير منيحة، لا تشغل بالك. فتون حاسس في شي أنا ما بعرفه أو أنت عم تحاولي تخبي عني. أنا بصراحة بدي أحميك وحابة أكون معك وبس، بس هلأ مجبورة أروح لعند مراد. لا شو هالحكي؟ شو بدي يكون فيه؟ فتون احكي لي الحقيقة، صاير شي بينك وبين جان؟ شو جاب سيرة جان هلأ؟ عن شو عم تحكي أنت مراد؟ اسمعيني، إذا جان عامل معك شي أو إذا هو مضايقك قلي لي. فتون احكي لي الحقيقة، أنت شفتي لجان؟ مراد أنا ما عاد فيني شوف جان بعد اللي عمله فيني، رح يجي لياخد سمعه بآخر كل أسبوع. لو سمحت لا تفكر بالموضوع لأنه بالنسبة إلي جان منتهي. تفضلوا، شو حابين تطلبوا؟ جان؟ عفواً؟ مين جان؟ لك شو عم يصير لي أنا؟ شوفي يا الله شو هذا اللي عم يصير. فتون انت منيحة؟ شو عم يصير لك؟ احكي لي. بدك شي؟ انا بدي قوم غسل وشي وايدي، ما بتأخر. يا خانم يا خانم شو صار لك؟ فتون مراد أنا أسفة وبعتذر لأني قومتك عن العشاء ونزعت لك المشوار. لا شو هالحكي هاد، ولا يهمك، بالنسبة إلي صحتك أهم، خوفتيني لما وقعتي على الأرض وما خلتيني أخذك على الدكتور. فجأة دخت وما بعرف شو صار لي وقتها، حسيت الأرض انسحبت من تحت رجلي، بس صرت أحسن هلأ وما في داعي للدكتور، يمكن يكون نزل ضغطي شوي. لا تعنديني فتون، خليني أخذك على الدكتور لنطمن. لا مراد يسلموا، ما في داعي أبدا، أكيد برتاح بس أرجع على البيت ونام شوي. فتون خليني أنزل معك لو سمحتي. لا مراد شكرا، ما في داعي، بدي نام فورا، بعدين أنا منيحة،
طيب ماشي، بضل جنبك لحتى تفيقي، بدي اطمن. لا تعذب حالك مراد، حابة ضل شوي لحالي. انتي لساتك زعلانة مني؟ بنو ليش لا ازعل منك؟ ما بعرف، بس انا بصراحة عم حسك بعيدة عني. ماني بعيدة، ليكني جنبك. كل الموضوع اني تعبانة شوي مو أكتر. خلص منحكي بكرة ماشي؟ تصبح خير. فوتون اتصلي فيني فورا. وهاد ليش عم يتأمر علي كمان؟ أهلين فوتون. مراد صباح الخير، كيفك؟ ما فهمت عليك. شو اللي ما عم تفهمي فوتون؟ مو مبارح جان نام عندك بالبيت؟ مراد بس دقيقة، خلاص روق شوي، انت فهمان الموضوع غلط. وصل ميسون وسمعوا على البيت، وبعدين بلشت العاصفة والتلج وانجبر انه يضل هون عندي. فوتون انت عم تقولي الحقيقة ما هيك؟ شو هالحكي هاد مراد؟ ليش انا من امتى بكذب وبخبي؟ معك حق، انا اسف، مو بقصدي. وقت اللي دريت انه جان نام عندك بالبيت اتضايقت وعصبت كتير. ما تأخذيني، يمكن جرحتك. فوتون شو رأيك اجي هلأ لعندك ونطلع نفطر مع بعض؟ لا مراد شكرا، انا لازم اشتغل. يسلم، يلا بشوفك. انا بحياتي ما شفت حدا بيجي ضيوف قلبك. وقفي ميسون، انا بفتح خليكي. يا الله، ما كان ناقصني غير يجي ضيوف لتلتهي. خلص خلص. مراد فوتون فيني فوت؟ طبعا. بعرف انه الشيء اللي حكيته على التليفون كان بلا طعمه، بس أنا كتير منيح. بما انه شربتوا قهوتكم انت ومراد، صار فينا نمشي. يلا حبيبتي قومي. خلاص هنادي خانم، عيب مو حلوة، عم نحكي بموضوع. انت بتعرفي شو هو العيب فتون؟ العيب لما جماعة دار النشر يفسخوا العقد معنا ويزتونا برا. قومي روقي شوي هنادي خانم، شو صار لك؟ انت هيك عم تخليني اتوتر بهالطريقة، ما بقدر اكتب. ليكي فتون، فينا نحكي شوي على انفراد؟ لا أنا آسفة كتير مراد بك، فتون هلأ ضمن أوقات الدوام الرسمية لهيك ما فيها تحكي معك، رح تستنى شوي. يلا هنادي روقي شوي. الله يوفقك روقي. هنادي خانم، أنا بكون خطيبة لفتون، حضرتك شو بتكوني بالنسبة لها؟ ما فهمت. مراد روق، مفكرة أنه فتون بحاجة لخدماتك يا خانم؟ فوتون إذا بدها هلأ بتتفق مع أي دار نشر وبالطريقة اللي بتحبها. أنت عم تحاول تلمح لشي، حضرتك شو عم بتقول؟ مراد ممكن تروق لو سمحت؟ اللي بدي أقوله هنادي خانم إنه فوتون ما لها بحاجة لخدماتك بعد اليوم. شكراً لألك، بكفي، انتهينا. شو؟ كأنه عم تقلعني من البيت؟ إيه هنادي خانم، أنا عم قلعك من البيت. مراد أنت عم تزودها كتير بالحكي. شو عم تحكي أنت فوتون؟ مالك شايفة كيف عم تتصرف وتعاملك قدامي؟ ما فيني اسمح له. ممكن ما تتدخل فيني وبعلاقاتي وبأشغالي لو سمحت؟ أنا ما عم بتدخل فيكي، أنا عم خلصك من تحكمها فيكي. شو يعني عم تخلصني؟ شكلي شكل أميرة لازم حدا يجي ويخلصها من إيدين الوحش مثلا؟ لا تتدخل لا بحياتي ولا بشغلي، لا بحياتي ولا بشغلي، ما تتدخل. ها برافو عليكي فتون، أنت هيك لازم تكوني. امشي لشوف. ما رح تروحي لأي مكان فتون. برافو عليك، ما رح روح، لأنه أنت اللي رح تروح. إذا أنا طلعت ما عاد تشوفيني. بعرف إذا أنت تزوجتي مستحيل تكوني سعيدة، فلا تعملي بحالك هيك لو سمحتي فوتون. سمعتي شو قلت؟ طيب مثل ما بدك. انت ليش هيك عم تعملي فيني فوتون؟ ليش؟ ليش مالك قدرانة تضلي معي ونعيش حياتنا سوا؟
خلص خلص. يا روحي لك، مو هاي سيارته لمراد؟ هنادي وقفي فورا. شو صار لك؟ وقفي وقفي لكني وقفي. وقفت مراد. مراد انت منيح؟ هنادي اطلب الاسعاف فورا. مراد مراد انت عم تسمعني؟ طمنيني شو صاير له. مراد مراد عم تسمعني؟ الو، لو سمحتوا في حادث على طريق الجبل، بعثوا لنا سياره اسعاف فورا. ايه اللي عمل الحادث؟ لساته صحيان لهلا. اي منيح. ايه اكل ضربه على راسه. استعجلوا لو سمحتوا. إذا حسيت بأي وجع اللي فوراً ماشي؟ أنا ما فيني شي فتون، بس تطلع نتائج التحاليل والصور رح نطلع فوراً. مراد بعتذر منك بسبب صار معك الحادث اليوم. لا تلومي حالك، مو أنت السبب فتون. أنا الحق علي، ما كان لازم أسرع بهالطقس. ما قدرت سيطر على السيارة، هذا اللي صار. لو ما كنت معصب مني ما كنت عملت هالحادث. فوتون، أنا آسف. مراد، ليش عم تتأسف وأنت بهالوضع؟ لأنه ما كان لازم اتدخل فيك. أنا بحياتي ما حسيت بهالشعور فتون، ولا تجاه أي بنت. هاي أول مرة بحب بحياتي لهالدرجة. ما عم بعرف كيف لازم اتصرف معك، لهيك سامحيني. ومن جهة تانية كمان ما بدي أخسرك، ما بتحمل هالشي. أنا ما رح أتركك مراد، ليكني جنبك. الحمد لله مراد بيك، ما طلع أي شي عندك بالتحاليل والصور. ألف الحمد لله يا ربي. مع هيك أنا بفضل أنك تبقى عنا اليوم على القليلة بأول 24 ساعة بس، وبهالفترة منخليك تحت المراقبة. بس أنا حاسس حالي منيح دكتور، لهيك خليني أطلع. مراد ما بدي أي اعتراض، ما رح نطلع من المشفى لنطمن. طيب مثل ما بدك. كتير منيح، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا دكتور. على فكرة كنت رح موت من خوفي عليك، ما بعرف شو حسيت لما شفتك. والله لو صاير لك شي ما كنت رح سامح حالي أبدا مراد. مرقت على خير فتون. يلا حبيبتي روحي ارتاحي. لا أنا رح ضل هون، ما رح أتركك أبدا. بس لازم أبعت ميسون وسمعوا على البيت. هنادي خانم كمان راحت عندها اجتماع وميسون ناطرتني برا. إذا بدك ببعت ورا الشوفير. يسلموا، لبين ما يوصل الشوفير لهون بيكونوا وصلوا بالتاكسي. طيب ايه يلا رح روح لعنده. ماشي، بدك شي قبل ما اروح؟ لا ما بدي شي. طيب ما بتأخر. بعتذر فتون. فيكي تجي تعدي جنبي لاني اشتقت لك؟ لا مراد، انا مرتاحة بالقعدة بلا ما اقعد جنبك وضايقك. جعبالي افتح انترنت. ساعدك، انت تعبان. لا فتون ما فيني شي، وما طلع معي شي، ما سمعتي الدكتور شو قال؟ مزبوط،
بس أنا كنت خايفة عليك كتير. يعني لو ما طلع معي شيء، بس الدكتور قال لا تتركيني لحالي 48 ساعة. إيه؟ مو على أساس ما طلع معك شيء؟ مو هيك قلت؟ يعني ما فيني شيء، بس لحتى يتأكدوا أكتر. الدكتور هيك قال؟ إمتى؟ إيه، أنتي كنتي عم تجيبي قهوة وقت الدكتور قال هالحكي. ايه معناها رح ضل معك 48 ساعة لحتى اطمن. لكن امشي نروح على بيتي. لا، منروح لعندي على البيت، لأنه حبيبي سمعه بيكون ناطرني وأنا اشتقت له، وكمان عندي ميسون. نروح لعندك صعبة مراد، خلينا نروح لعندي، ممكن؟ طيب منروح لعندك. أهلا وسهلا. أهلين فيكي ميسون. الحمد لله على سلامتك يا أهلين. يا روح خالته، وينه حبيب خالته الأزعر؟ وينه؟ وينه حبيبي؟ وينه؟ ليك أنا اشتقت لك أنا، تعال. أي 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 ما أطيبك أنا، تعال تعال تعال. جو 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 جو. مين حبيب خالته؟ مين؟ مين؟ يدخيله الخروف أنا ما أحلاه، دخيله شو غالي. الحمد لله على سلامتك مراد بيك، تفضل. سمعوا حبيبي؟ أهلا وسهلا، شرفتنا. شكرا. ميسون، انت ما حكيتي لحدا؟ ما لا، شو هالحكي فتون خانم، ما حكيت لحدا ابدا، واصلا ما بسترجي احكي لحدا هالشي. برافو، منيح يلي ما حكيتي. سالت عن دكتور رفيف بالمستشفى وما لقيته. ايه؟ كنت رح اسال عنه كمان، بس مراد كان معي وعم يستناني برا. قمت اخذت رقم التليفون من جده اسماعيل، رح دق له تليفون. طيب ماشي، تصرفي بمعرفتك. خلص الموضوع عندي انا. ماشي. حبيبي حبوبي، انت نمت يا طبوشي؟ نمت؟ شو يا قلبي نمت؟ انا مقلها شفت بعيوني وهي بدها تروح تسأل دكتور رفيف. ايه ليش لا؟ شوف الحقيقة اذا بتقدري. خليني احط لك مخدة مشان ظهرها، قرب لقدام شوي. اصحك ها، اصحك، تتركيهم قاعدين لحالهم ميسون، عم تفهمي؟ هدول الاثنين ما بيضلوا لحالهم ولا ثانية. مراد شايف سمع ما أحلى، بياخد العقل يقبرني. مرحبا، بعد عفوا. شبك ميسون؟ شوفي. كيف حاسس هلأ؟ قالوا لي ما طلع معك شي. منيح، ما طلع فيني شي. ايه دخيلك، ما فيك البلا. اصلا كل شي صار معك من وراء عصبيتك، مزبوط؟ المهم انك تخلي معنوياتك عالية. ميسون، شو رأيك تقومي وتتحركي وتعملي لنا زهورات؟ زهورات؟ رح اعمل شاي احسن. ايه يلا اعملي. معناها رح أقوم أعمل شاي وبرجع لمكان الدافي. ماشي؟ ايه ميسون، خفية شوي، يلا. ما تضلي ساعتين عم تشتغلي فيهم كلهم كاستين شاي. رح أرجع أعود مكاني. مراد، أنا لازم أعمل تليفون ضروري وكمان بدل تيابي، ممكن تاخد سمعه عني؟ بدي عزبك. ايه طبعا، عطيني. تفضل مراد بيك، رح حطه على الطاولة. يسلموا ايديكي، شكرا. صحتين وهنا، اعطيني اياه، اعطيني اياه عنك. شكرا لك، عزبناك معنا. ميسون؟ نعم يا بيك. بتقدري اليوم تروحي بكير؟ مستحيل. ليش؟ اصحك تتركيهم قاعدين لحالهم ميسون، عم تفهمي؟ لأنه اليوم رح نام هون. ليش؟ بدي ضل ما سمعه. ميسون، اسمعي، اليوم يوم مميز. ماشي؟ وأنا حابب أعمل مفاجأة لفتون، ولهيك بدي إياكي اليوم تتركينا وتطلعي بكير. يوم مميز؟ أي
في عيد يعني؟ خير شوفي. اليوم عيد الحب مزبوط. فهمت عليك مراد بيك، رح أطلع بكير اليوم. لك أنا شو حكيت يخرب بيتي؟ شو عم تحكوا أنتوا الاثنين؟ ولا شي، ميسون قال بدها تطلع اليوم بكير. والله جد؟ مو أكيد. فتون خانم مسكي سمعوني، رح جيب لك الشاي تبعك مسكي. تعال يا طبوش أنت تعال. روحي. يا ربي دخيلك. شو يا حلو؟ خلص حبيبي شو صار لك اليوم؟ خلص يا عمري حاش تبكي. سمعوا حبيبي؟ يلا بقى يلا اسكت بس شوي. شو صار له الحلو؟ شو صار؟ شو؟ حبيبي خلصنا بقى حاج. حبيبي سمعوا خلصنا. فتون خانم. نعم ميسون بدي روح. طبعا روحي حبيبتي، إلك كم يوم هون كل الوقت، روحي ارتاحي. أعطيني سمعه لحتى بدله تيابه وطعمي قبل ما أطلع، شو رأيك يا خانم؟ ايه ماشي يلا خدي. باي باي سمعه. باي. أنا رح صب شاي بدك؟ لا مو جاي على بالي اشرب. يسلم. انت شو لساتك قاعده وعم تعملي هون؟ قومي روحي لعند رفيف واساليها اذا هي حامل ولا لا. اكسري عليها الباب، بلكي كانت عم تكذب. فكري شوي يا فتون. لا تردي على هالملاك. ليكي بنتي، مراد جنبك وانت بدك راحه البال. شرفي، هذا هو الاستقرار. ها اذا انت ما عرفتي الحقيقه ورا هذا الحمل ما رح ترتاحي ولا رح تحسني تعدي ابدا. مزبوط يا ملاك. خلص اسكتي بقى، اذا طلعت حامل شو دخلك واذا لا شو دخلك؟ انت هلا خطيبته لمراد. خلصنا بقى. بدك اياها تترك جاني ضل عايش بهالكذبة؟ والله جان ما بيهمني، يصطفل منه لحاله. إيه خلاص. انت منيحة؟ ايه مراد اقعد. مراد انا لازم اقلك على شغلة مهمة كتير. فتون خانم، نظفته وطعميته ودشيته كمان. يسلموا كتير إلك ميسو. يلا تعال ديري بالك عليه شوي حبيبي. يلا أنا بدي روح. روحي ميسون. يلا. ماشي بالإذن، تصبحوا على خير. وانتي بخير، مع السلامة. ديري بالك على سمو. راحت. حبيبي سمعوا شو صاير لك؟ يا ربي هلا شو بدي اسوي فيني جنبك؟ يا الله منيح اني لحقتك يا ميسون خانم. خير ان شاء الله، لوين رايحه؟ جنبك؟ والله أنا طلعت بدون قصدي ومن غير ما أحس ومن غير إرادتي، يعني معقول أتركهم لحالهم؟ معقولة يعني؟ ميسون أنت ما رح تروحي لمكان، امشي قدامي لشوف. استنى وقف شوي، هلأ مراد بيك بعصب. مين هاد بطيخ مبسمر؟ مين هاد؟ مين بيكون؟ قولي لشوف. روحي. جان؟ أي نعم، جان. الحلو أنا؟ يا عمري أنت ميسون. ليكي ما شاء الله قدي صاير حلو ليكي. يا حلو أنت، سمعه؟ يا عمري دخيل الحلو أنا، لك دخيل هالوش ما أحلى. دخيله. فوتون، مو على أساس كنتي بدك تحطي مواعيد محددة لحتى جان يشوف سمعه؟ هالموضوع ما بينحكى عنه هيك وكأنك عم تحكي عن كرسي مفهوم؟ نسيان إنه سمعوا ابني؟ بعدين ماني بحاجة لقوانين كرمال إجي وشوفه. قولي له هذا الحكي فتون. دخيلة
سامعوا يا عمري انت جان تعال خلينا نحكي انا وانت. ميسون خدي سمعه من حاضر. بشو بدنا نحكي؟ تعال ضروري نحكي، راجع فورا. اعطيني عنك يا بيك. تعال تعال تعال. خذ خذ يا بيك. يا عمري شو صار فوزي؟ حبيب قلبي انت حليتوا الموضوع؟ ما احلاك يا امي. حلينا. جان من هلا ورايح رح يشوف سمعه باخر الاسبوع وببيته. منيح. اعتبارا من اليوم يعني؟ كيف؟ اليوم اخر الاسبوع، فكرت انه جان رح ياخذ سمعه معه اليوم. مزبوط. لك حكي مراد مزبوط. معناتها فيك تاخذ سمعه اليوم اخر الاسبوع. مو معقول شو عطي ليكو هالتافه. فوراً بيستغل الفرصة، قال اليوم آخر الأسبوع. لا عمشو إنك حقير. عفواً جان، أنت عم تحكي معي شي؟ شو بدك يعني أحكي معك؟ ليش لحتى أحكي معك؟ طيب إذا هيك، وبما أنه اليوم آخر الأسبوع فأنا رح أخذ سمعه وروح فوراً على البيت. إيه ممتاز، خذ سمعه هلأ وروح. ليكي ميسون، ساعدي جان بيك ليحضر أغراضه لسمعه وعطيه الشنتاي. ديري بالك عليه. إيه حاضر يا خانو. يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.